النهارده هنشرح حل اسئله الجزء الاخير اللي الناس كتيره سالت عنه، البلاد بريشر، الهايبرتنشن، الشوك، الهيموريدج والسيركيوليشن. هنشرحه بطريقه ان انا قدامي الورق، وطبعا الورق هيكون معاكم، هما في 18 ورقه فيهم رسومات توضيحيه. طبعا الرسومات دي مش معموله ان انتم ترسموها في الامتحان، بس للتخيل علشان تعرف ازاي تجاوب. السؤال الاولاني ريجوليشن اوف بلاد بريشر. عمر ما السؤال ده بيجي من اسئله الامتحانات جيف اكاونت اون ريجوليشن اوف بلاد بريشر، لان انا عندي في شورت تيرم وفي انترميديت وفي لونج تيرم، فالسؤال بيبقى محدد شورت تيرم ريجوليشن اوف بلاد بريشر. حتى السؤال ده كمان كبير، ودلوقتي هم بيختصروه الى جزئيه واحده، بارو ريسبتور ريفلكس. هنقول لو السؤال كبير هنتصرف ازاي. اهم حاجه في الاجابه هي العناوين، يعني لازم تقول لي 1 بارو ريسبتور ريفلكس، 2 بيريفرال كيمو ريسبتور ريفلكس، 3 سي ان اس اسكيميك ريسبونس او كوشنج ريفلكس. كل ريفلكس عشان تجاوبه صح لازم الاجابه في 6 نقط رئيسيه: ستيمولس وريسبتور افرنت سنتر افرنت ريسبونس. لو انا بتكلم على البارو ريسبتورز، الستيمولس زياده المين ارتيريال بريشر، اهم كلمه مين، اوعى تقول له بلاد بريشر زاد وخلاص، هتنقص. زاد سيستوليك ولا دايستوليك؟ يبقى دي اول حاجه ستيمولس. ريسبتور تقول لي موجودين فين؟ اورتيك ارش وكاروتيد ساينس. افرنت بيبعتوا عن مين؟ فيجاس وجلوسو فارينجل. سنتر هتقول لي اساميهم، كاردياك انهبيتوري سنتر او سي اي سي وفازو موتور سنتر. وهنا في نقطه عايز اوضحها، مش لازم تكتب اسم السنتر كامل، قول سي اي سي بس عشان ما تاخدش وقت، ده سنتر عالمي واختصار عالمي معروف. الريسبونس البارو ريسبتورز لازم تقول لي بتعمل ايه على الفين وبتعمل ايه على الارتري. هي بتشتغل لما الضغط يزيد، يبقى المفروض تقلل الفينوس ريتيرن اللي راجع للهارت. يبقى تعمل ايه في الفازو موتور؟ هتقول لي انهبيشن للفازو موتور. ودايما في الريسبونس عندنا في الاجابه لازم تقول لي بيعمل ايه على السي اي سي وبيعمل ايه على الفي ام سي. لو هو عمل انهبيشن للفي ام سي هيشغل العكس، كاردياك انهبيتوري سنتر. تقول لي ايه تاثيره على الفين؟ هتقول لي انهبيشن الفازو موتور. سهم فازو دايليتيشن، سهم ده معناه يؤدي الى النتيجه اللي احنا عايزينها. فازو دايليتيشن يعني قلل المين سيركيولاتوري بريشر، يبقى قلل الفينوس ريتيرن، تمام. يبقى قلل الاند دايستوليك فوليوم، يبقى قلل الستروك فوليوم، قلل الكارديك اوتبوت، قلل الارتيريال بلاد بريشر باك تو نورمال. بنفس السرعه اللي انا بقولها انت هتكتب بيها كل حاجه، سهل تؤدي للثانيه، تؤدي للثالثه، للرابعه. فكره الاسهم في الاجابه لسرعه الاجابه، مش لازم كل مره اقول والكوس كذا والانتر، ده بيقلل معاك كفاءتك وبيطول مده الاجابه. يبقى لو جه السؤال شورت تيرم هتقول البارو ريسبتور ريفلكس 6 نقط، ولازم تحط بعدها جمله بارو ريسبتور ريستاتنج، لو الضغط زاد قوي بارو ريسبتور زفيل تو ديستشارج امبلس تو لور ذا بلاد بريشر. يبقى ريسات يعني ادابتد للضغط الجديد كانه هو الضغط العادي بتاعها. يبقى انت في الريفلكس هتقول 6 نقط بتوعنا زائد الريستاتنج. بريفرال كيمو ريسبتور هتقول نفس الست نقط، بس هنا الستيمولس المين ارتيريال بريشر قل عن 80 ملم مركي. الريسبتور هيبقى اورتيك بادز وكاروتيد بادز. خلي بالك بادز اجسام صغيره هي اللي هتحس ان الضغط ده قل. افرنت فيجاس جلوسو فارينج سنتر هما، لكن الاختلاف في الريسبونس هنا الضغط قليل عايز ازوده، يبقى شغل الفازو موتور سنتر وانهبت ذا كاردياك انهبيتوري سنتر.
واتكلم على السي ان اس اسكيميك ريسبونس، ان البلاد فلو اللي رايح للبرين قليل بسبب ايه؟ بسبب اسكيميا، حصل زياده في السي او 2 ليفل، هايبركابنيا. السي او 2 ليفل العالي اثر على الفازو موتور سنتر فخلاها تشتغل اكتر، فحصل فازو كونستريكشن، على المين ارتيريال بريشر في الجسم فزود البلاد فلو للبرين، فالامور بقت ادجاستد واتصلحت. وكلمه على الكوشنج ريفلكس عشان ما تطولش في الاجابه، هتقول كوشنج ريفلكس ذا سيم ميكانيزم از سي ان اس اسكيميك ريسبونس، مع اختلاف واحد، هنا السي او 2 ليفل عالي في البرين بسبب زياده انتراكرينيال تنشن. طالما الميكانيزم واحد ما تكررش الاجابه مرتين. دي النقطه اللي بتخلي الطلبه خارجين من الامتحان يقولوا السؤال طويل قوي. ايوه كتاب الاسم كتبه طويل، انت كطالب مش هتكتبه بنفس الطول. لا، انا لقيت ميكانيزمات متشابهه، خلاص هو هو والاختلاف اهو. نيجي بقى للجزئيه الثانيه. لو سالك انترميديت ريجوليشن، انترميديت جاوب لي فيه عنوانين كبار، كابيلاري وارتري. كابيلاري قول لي كابيلاري فلويد شيفت، وفلويد شيفت لازم تقولها في جزئيتين. لو زاد الارتيريال بريشر هنعمل فلتريشن فروم كابيلاريز تو تيشوز عشان اقلل الضغط في السيركيوليشن. العكس لو البريشر قل انا عايز اعمل ري ابزوربشن، يبقى برجع الفلويد مره ثانيه، كابيلاري فلويد شيفت رايح جاي، لان الطلبه كلها فاكره ان الكابيلاري فلويد شيفت في طريق واحد من الكابيلاري للتشو. لا، فهتنقص على الحته دي لو ما قلتهاش. دور الارتري ستريس ريلاكسيشن وريفرس ستريس هشرحه. لونج تيرم ريجوليشن سؤال نظري ممكن يجي بجزئيه لوحده. دور الكيدني ايه في الريجوليشن؟ عشان اجابتك تبقى منظمه وما تنقص، الكيدني ليها دورين. لو زاد الارتيريال بريشر كيدني هتعمل دايوريسيس او تزود الفلتريشن. دايما الطلبه ينسوا دي. كل الطلبه موجهين لحوار الرينين. الرينين ده الكيدني تفرزه امتى؟ لو قل الارتيريال بلاد بريشر كيدني هتطلع رينين. في طلبه هتقول جاكستا جلوميرولار سيلز او اباريتس، كلام علميا صح هتعرفوه في سنه ثانيه. لو انت ما قلتهوش السنه دي مش هتنقص. ليه؟ لان انت ما خدتش كيدني. ممكن تقول ذا كيدني سكريتس رينين او ريليز رينين، مش هينقصك قوي. رينين اشتغل على انجوتنسينوجين، يبقى انجوتنسين 1 يتحول لانجوتنسين 2، وتقول لي الاكشنز اوف انجوتنسين 2. لازم تقول انها فازو كونستريكشن، ودي سهله قوي تفتكرها من اسمها. انجيو باللاتيني يعني بلاد فاسل، تنسن يعني ازود التنشن على الفاسل، يعني اعمل فازو كونستريكشن. رقم اثنين يشغل الستريست سنتر. انا لو في حادثه بعطش عايز اشرب ميه واعوض اللي انا فقدته او عصير. ثلاثه ستيميوليت اي هرمون يعلي الضغط اي دي اتش، وتقول الاكشن بتاعه بيعمل ووتر ري ابزوربشن. ستيميوليت ذا الدوستيرون هرمون بيعمل ايه؟ صوديوم ري ابزوربشن فروم ديستال تيوبولز. كل ما تمتص ميه او ملح سيركيولاتوري فوليوم يزيد، فينوس ريتيرن يزيد، كاردياك او بوت يزيد، يزيد المين ارتيريال بريشر. يبقى اذا جزئيه البلاد بريشر يا اما السؤال اتكلم على الشورت كله او الانترميديت كله او اللونج تيرم كله، او يختار لك من الشورت بارو ريسبتور وكيمو ريسبتور، او يقول لك الجزئيه اللي انا عايز اركز عليها وهوريها لكم دلوقتي في الورق، اللي هي قارن ما بين الشورت اند لونج تيرم ريجوليشن. حاططها لكم في صفحه 6 جدول مقارنه بين الاثنين. دايما لما يقول كومبير او كونتراست او تابيوليت لازم جدول. ليه؟ لو انت كتبت الشورت تيرم لوحده واللونج تيرم لوحده، انت ممكن تشتت
الدكتور اللي بيصلح ورقتك في اخر السنه. كومبير ميزتها، الخانات اللي على الشمال احط يعني الشورت رابد، لانه بيحصل في فيو سكندز. البارو ريسبتورز اللونج ياخد ايام وشهور، تلاقوا الشورت مينلي نيرفس، تلاقوا اللونج نيرفس وهرمونال. كفاءة الشورت مودريت بوتنسي او مودريت افيكاسي، كفاءة متوسطة. اللونج كفاءة اعلى لانه بياخد وقت اطول، وهكذا بقية النقط في صفحة 6. السؤال اللي في صفحة 7، discuss the compensatory reactions in case of acute hemorrhage. نركز مع بعض، السؤال ده جه سنة 2004. acute hemorrhage يعني blood pressure قل، يبقى انا افكر ايه الحاجات اللي تعلي البلاد بريشر. هو قال لي في السؤال immediate، قصده ايه بالسؤال؟ الحاجات اللي تعلي البريشر على طول اللي هي مش هتاخد وقت. افكر ازاي في الاجابه؟ هفكر في الاجابه بالطريقه الاتيه: لما البلاد بريشر يقل انا عايز ازوده، افكر شورت تيرم بارو ريسبتورز تشتغل ولا لا؟ لا ما تشتغلش، هي بتشتغل لما الضغط يزيد. طب لما يقل هكتب اقول ايه؟ هقول decrease discharge from the baro receptors on the vasomotor center. هي في العادي بتعمل inhibition للفازوموتور سنتر، لما الضغط يقل الفازوموتور سنتر يشتغل فيعمل فازو كونستريكشن فالبريشر يزيد. يعني هي هتعلي الضغط بشكل غير مباشر. رقم 2، هشرح البريفرال كيمو ريسبتور اللي قلتها في الاسئله السابقه اللي هي الست نقط: ستيمولس ريسبتور افرنت سنتر افرنت ريسبونس. هتكلم على السي ان اس اسكيميك، يعني انا همشي على كل نقطه قلتها في الريجوليشن سيبريت وهختار مين اللي هيعلي الضغط. اجي عند الانترميديت اختار كابيلاري فلويد شيفت، هنسحب البلازما من التيشوز للكابيلاريز، عايز اكبر سيركيولاتوري فوليوم. هختار من الارتريز الريفيرس ستريس ريلاكسيشن. ما تختارش الستريس في الاجابه، لان يعني ايه ستريس ريلاكسيشن؟ الضغط لما علي على الوول الفيسل وسعت. انا العكس، انا دلوقتي في اكيوت هيموريدج الضغط قليل، عايز اعمل العكس كونتراكشن او مايوجينيك. هتكلم على اللونج تيرم بالتفاصيل رينين انجيو تنسن سيستم. دي طريقه الاجابه. ساعات في طلبه تغلط والسؤال يطول منهم، يتكلم على اللونج تيرم ريجوليشن، الالبيومين وعلى الار بي سي تتصنع. الكلام ده بياخد وقت، اسابيع وشهور. هل انا في راس السؤال قلت لونج تيرم كومبنساتوري ميكانيزمز ولا قلت ايميديت؟ طالما ايميديت قول لي الحاجات اللي هتشتغل بسرعه. نيجي للسؤال اللي بعده المهم. السؤال ده جه سنه 2006، كان وقتها دكتور شكري رئيس القسم. كان السؤال بيقول why the person is severely dehydrated has rapid pulse. لو انت عندك جفاف جامد قوي دلوقتي وفقدت املاح وميه كتيره من جسمك، ليه البلس بتاعك يبقى سريع؟ دكتور شكري قصده ايه بالسؤال ده؟ ديهايدريشن يعني البلاد بريشر اساسا قليل، ازاي نعليه؟ ما هو رابيد بلس معناه ان الهارت ريت زاد. طب ما هو لما الهارت ريت يزيد هيزيد الكاردياك اوت بوت فيزيد الارتيريال بريشر. دي طريقه التفكير، كانه بيقول لك اشرح لي ازاي نعلي الضغط. يبقى الاجابه على السؤال ده هي هي نفس الاجابه على السؤال اللي فات: immediate compensatory mechanisms عشان نعمل regulation للبلاد بريشر. السؤال اللي بعده عن الشق بيجي في النظر كتير قوي تحت عنوانين، سؤالين مهمين: انواع الشق ايه هما؟ والسؤال الثاني الكومبنسيتد شق والدي كومبنسيتد شق، ايه اللي بيحصل في كل نوع؟ انواع الشق انا عاملها لكم في الورق في جدول مقارنه.
بس قبل جدول المقارنة عملت لكم رسمة توضيحية مهمة جدا. الرسمة التوضيحية اللي أنا عملتها قصدي بيها أنا علشان أفقد الدم دلوقتي أو البلاد بريشر يقل اللي رايح للتشوز لازم الأول هايبوفوليميك شوك، البلاد فوليوم أساسا قليل. النوع الثاني افرض البلاد فوليوم عادي، لا ده المشكلة عندي في الفينوس ريتيرن، الفين وسعت ما بترجعش دم كفاية. افرض الفينوس ريتيرن طبيعي، لا ده المشكلة في الهارت كارديو جيني. طب الهارت سليم، طب التيشوز ما وصلهاش دم ليه؟ أكيد البلمونري أرتري obstructed by a thrombus. يبقى أنت لما تكتب في الامتحان الأنواع بصفة عامة لازم تكتبها بالترتيب الأفكار، hypovolemic فوليوم أقل، رقم اتنين العف الفاسل vasogenic shock، رقم تلاتة العف الهارد cardiogenic، أربعة obstructive. في كل نوع من الأربعة أنا عامل لكم جدول مقارنة لميت فيه النقط سبب كل نوع إيه، ويا ترى السنترال فينوس بريشر بيعلى في أنهي نوع، وتالت فرق تريتد. أهم نقطة في حل أسئلة النظري اعرف أنت النقط اللي هتجاوبها إيه هي، لازم تبقى مبرمج مش فاهم وبس. قلت الأسباب، كل نوع قلت يا ترى جاجلر فينوس بريشر عالي ولا لا، وتالت حاجه تريد عشان نلم الموضوع بسهوله. هايبوفوليميك شوك سببه ايه؟ بلاد فوليوم قل. طب الفوليوم قل ليه؟ دي هايدريشن فوميتنج دياريا بير، قول اللي انت عايز تقول. طيب جاجلر فينوس بريشر قليل لان الجاجلر فين في النك بيستقبل البلاد اللي جاي له من السيركيوليشن بصفه عامه، يبقى ده قليل. طب تريتد بايه؟ من غير ما تفكر، تريتمنت اوف ذا كوز، لو دي هايدريشن نعالج الديهايدريشن بصوديوم كلورايد، او لو بير يبقى بلازما. خلص الاجابه على هذا الجزئيه وهذا النوع. النوع الثاني فازوجينيك شوك، العف الفين. ممكن يبقى ايه العف الفين؟ انافيلاكتيك شوك، سيفير انتيجين انتي بادي رياكشن، طلعوا ستانين وسعوا الفين قوي. طلبة كتيرة فاهمة الموضوع غلط، ان لما الفين يوسع طب ما ده يرجع دم كتير للهارت، لا الدم عشان يطلع للهارت لازم الفين بلوزا ليفل يحصل له كونتراكشن كونستريكشن يضيق، فالضغط فيه يعلى عن الفينا كيفا فالدم يطلع لفوق، فلازم تقول لي الاسباب اللي توسع الفين. اسباب كتيرة وكاتبينها، انافيلاكتيك، هيستامين، توكسنز، اي سبب يوسع الفين عندك. طب اخبار الجاجولار فينوس بريشر قليل، ما انا ما خدتش حاجه. تريتمنت اوف ذا كوز برضه. نيجي للكارديوجينيك شوك، ليه الهارت مش قادر يستقبل الفينوس ريتيرن؟ لازم تفكر في حاجه ضغط على الهارت من بره بتمنع الاند دايستوليك فوليوم. هو ايه اللي حوالين الهارت؟ بيريكارديا اتملى بفلويد كتير، بيريكارديال افيوجن او كاردياك تامبونات، كلام اللي خدتوه في مقدمه السي في اس زمان، او مايوكارديال انفاركشن. كل دي اسباب. هنا الجاجولار فينوس بريشر لازم يعلى لان الجاجولار فين بيصب الدم في الفينا كيفا في الرايت اتريوم، لا الرايت اتريوم مليان على اخره، معنى الكلام ده ان الدم هيفضل في مكانه في الجاجولار فين. دي فكره الاجابه على السؤال ده. السؤال اللي جاي كومبنسيتد شوك، لو تلاحظوا معايا حاجه الاجابه على السؤال ده هي هي كومبنساتوري ميكانيزم اوف اكيوت هيموريدج. انا حبيت اقول السؤال بكذا صيغه لان شوك معناه ان البلاد بريشر قل، الفلو اللي رايح للتيشوز قل، كومبنسيتد ازاي نعوضه؟ هنقول نفس طريقه الاجابه بتاعت الاميديت ميكانيزمز بالظبط، بس لازم تدي للمصحح مقدمه صغيره. ايه هي؟ كومبنسيتد شوك اوكيرز وين ذا بلاد بريشر او ذا بلاد فوليوم لوس اقل من 10%. انا فقدت اقل من 10% من دمي، لازم تقول له دي لان على اساسها هنشوف
هل الجسم يقدر يعمل هوميوستيزس ولا لا؟ يعني هقول السطر ده ووراه اشرح بارو ثم كيمو ثم سي ان اس اسكيميك والاميديت انترميديت ودور الرنين. ايه بقى دي كومبنسيتد شوك؟ الكتاب قالها بشكل معقد شويه، هنقولها بطريقه سهله. دي كومبنسيتد معناها البلاد بريشر قل وما قدرناش نعمل ريجوليشن فالبلاد بريشر قل كمان، يعني الريسبونس كان نفس هو هو الاستيمولس، الضغط قل لا وقل كمان، دخلنا في دايره مغلقه بوزيتيف فيدباك او فيشيس سيركل. الكلمه دي عليها درجه، انك بتعرف اللي بيقرا ورقتك ان الموضوع ده ما بقاش فيه امل، بقى صعب جدا مش قادرين نتصرف فيه. ايه اللي حصل؟ هنتكلم على اهم تو اورجنز برين وهارت. هبتدي الاول بالبرين. البلاد فلو اللي رايح لكل التيشوز قلب من ضمنها فازو موتور سنتر ان ذا ميدل. طالما الفي ام سي ما اشتغلش يبقى مش هيقدر يعمل فازو كونستريكشن، فيعمل فازو دايلاتيشن، فالضغط يقل كمان، دخلنا في بوزيتيف فيدباك. يبقى لازم الاول تقول العنوان ايه، كاتبها لكم في الورق، فازو موتور فيلير. ودايما العناوين عندنا في الفسيولوجي مرتبطه بالمشكله، الفازو موتور فشل، يبقى حط دايما عنوان لكلامك، ما تدخلش في الموضوع كده بوينتس من غير ما تحط له تايتل، فازو موتور فيلير. رقم اثنين، مايوكارديال توكسيك فاكتور. يعني دلوقتي لما البلاد فلو يقل لكل التيشوز البنكرياس هتتاثر، فلما يتاثر البنكرياس ويحصل له اسكيميا التريبسين بيبقى اكتيفيتد. لو تفتكروا من ثانوي من سنه او اتنين فاتوا، التريبسين لما بيبقى اكتيفيتد بيعمل اوتو دايجشن البنكرياس، ياكله ويهضمه. طب ويعني لما ياكله ويهضمه؟ يخرج منه كيميكال سابستنس تلف في الدم اسمها مايوكارديال توكسيك فاكتور. من اسمها تعمل ايه؟ تمنع الاكسيتيشن كونتراكشن كابلنج اوف ذا هارت، فتاثر على الكونتراكتيليتي. رقم ثلاثه، اتكلم على البي اتش اسيدوزس. طالما البلاد فلو قليل هيحصل استجنيشن او ركود في السيركيوليشن ويحصل اسيدوزس، وده ياثر على الهارت وكاتب لكم ازاي. غير كده وكده البلاد فلو لما سرعته تقل ايه اللي يحصل؟ هايبر كواجيولابيلتي. لو تفتكروا من البلاد هيزيد الكلوتنج فاكتورز، ودي الحاجه اللي تخلي كل الفيسلز اوبستراكتد ببلاد كلوتس. دول الاسئله المهمه على البلاد بريشر هيموريدج وشوك. نيجي للجزئيه الاخيره السيركيليشن. الاسئله المميزه فيها بصراحه كاسي، وانا بقول الاسي يعني الاسئله اللي جت زمان ست سبع سنين، هو اي حاجه ممكن تيجي اسي، بس احنا بنقول الاسئله الكومن. كورونري سيركيليشن اهم سؤالين فيه هنقولهم دلوقتي. اول سؤال كاركترز اوف كورونري سيركيليشن. علشان ما تتوهش في الاجابه لازم تتكلم كورونري ارتر الرايت كورونري سبلاي مين، واللفت كورونري سبلاي مين. الكابيلاريز اوف ذا كورونري ليه بتبقى دنس ومكثفه لكل الكاردياك ماسل، كل كاردياك فايبر عندها الاف الكابيلاريز، ده دليل على الغنى في الكابيلاريز، ده شيء مميز. اتكلم على الفينوس، ان الكورونري فينوس اكسجين قليل. يعني ايه؟ يعني انت بتدي للهارت اكسجين كتير، هو ايروبيك اورجن بنسبة 99% يرجع في الفين اكسجين اقل. واخر كلمة لازم تقولها ان هو اند ارتري، يعني مفيش انستوموزس. لو اتسد الكوروناري ارتري صعب جدا تلاقي وصلات اخرى علشان يمشي فيها البلاد فلو. ونقول كمان ان الكوروناري او الهارت يتميز بحال اورجن مميز ما بيتدينش بالاكسجين، نو اكسجين دات، هو فايتال اورجن. فدايما الاجابه عشان ما تتوهش دايما بص لي وانا بجاوبها ازاي. كورونري سيركيوليشن كلمه على الارتري، كلمه على الكابيلاري، كلمه على الفين، اكسجين ديت على اند ارتري،
دايما اي سيركوليشن ارتري كابيلاري فين، فانت كده ضمنت ثلاث جمل بثلاث درجات وكل جمله في سطر لوحده عشان تبين المصحح ان انت عارف. نيجي للجزئيه الثانيه، فاكتورز افكتنج كوروناري بلاد فلو. اول فاكتور اوتو ريجوليشن. يعني ايه اوتو ريجوليشن؟ الكوروناري ارتري يقدر ينظم الاماونت اوف بلاد فلو اللي واصله. قبل ما اقول طريقه الاجابه ماشيه ازاي، هي الفلو بتساوي دلتا بي على ار. عشان الفلو يبقى ثابت كل ما البريشر يزيد لازم الريزيستنس تزيد. لو الدلتا بي قلت لازم الار تقل. الناس اللي سامعاني دلوقتي هتسال سؤال منطقي، دلتا بي يعني بريشر جريدينت بين مين ومين؟ بين الاورطة والفنتريكل. اشمعنى الاورطة؟ لان الاورطة هي اللي خارج منها الكوروناري ارتري، فلازم البريشر يعلى في الاورطة الاول عشان يدي الرايت فنتريكل، ويعلى عشان يدي اللفت فنتريكل. طب قصدك ايه بكلمة الريزيستنس؟ ريزيستنس الوول اوف ذا كوروناري ارتري، يا ترى يقربوا من بعض ويضيقوا ولا يوسعوا علشان ناخد بلاد فلو اكتر. دي فكره الريجوليشن. يبقى لما تقول اوتو ريجوليشن ده العنوان الاول، تحته عنوانين فرعيين، ديفينيشن وميكانيزم. حصل ازاي اوتو ريجوليشن؟ تقول لي ميتابوليك ومايوجينيك. مايوجينيك انا قلتها وانا بشرح، كوروناري ارتري فيها سموث ماسلز زي ايديا بالظبط، يقربوا من بعض يعملوا كونتراكشن او ريلاكسيشن. دي فكره الريزيستنس، دي خاصيه ذاتيه في الوول اوف ذا كوروناري ارتري. طيب يعني ايه ميتابوليك؟ ميتابوليك المقصود بيها ان سم ميتابولايز بتتجمع فتزود الكوروناري فلو لما يحصل فازو كونستريكشن. زي مين؟ لازم تقول اساميهم. لاكتيك اسيد، كربون دايكسايد، هيدروجين اين، هيستامين، بروستاجلاندينز، بوتاسيوم وغيرها كتير، ونيتريك اوكسايد او اندوثيليال درايف ريلاكسنج فاكتور. الطلبه الاوائل لازم يقولوا الجمله دي، ادينوزين از ذا موست امبورتنت كوروناري فازو دايليتور، ويحطوا تحتيها خط في ورقه الاجابه بالرصاص عشان تعرف اللي بيقرا ورقتك انا ما برصش اسامي كتيره وخلاص. يبقى اول عنوان اوتو ريجوليشن، ولازم تقول الرينج اوف بلاد بريشر 60 ل 140. تاني عنوان ميكانيكال، تتكلم على تاثير الهارت ريت على الكوروناري فلو. لما يزيد الهارت ريت هياثر على الدايستوليك بروبرتي فيقلل الكوروناري فلو. ورقم اتنين هي نقطه مهمه، تاثيره على الكاردياك سايكل. يا ترى الكوروناري فلو امتى يتغير؟ انا كاتب لكم تاثيره امتى يتغير.